الشعر في مدح الذي الله بالخلق العظيم حباه صلى الله عليه. ماذا يقول الشعر في مدح الذي الله بالخلق العظيم حباه؟ الله أكبر. وعليه أنزل ربنا قرآنه جل الكتاب وجل من أوحاه من مكة بلد الهدى أسرى به رب الورى ليلا إلى أقصاه وهناك كان إمام كل الأنبياء سبحان من بالفضل قد أولاه ثم ارتقى من بعد ذا للمنتهى ثم ارتقى من بعد ذا للمنتهى واسمع إلى جبريل إذ ناجاه خط في بحار النور خط في بحار وحدك سيدي ما كان ذاك لغيركم حاشا ويخاطب المولى العظيم حبيبه وبأشرف الأسماء قد ناداه أنا ما خلقت أحب منك محمدا ولسوف أعطيك الذي ترضى أنا قد كشفت لك العوالم كلها وكذاك وجهي الآن أنت تراه أنا قد كشفت لك العوالم كلها وكذاك وجهي الآن أنت تراه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام. اهلا بحضراتكم منورينا ومشرفينا في مصر جميله في فقرتنا الاولى واللي بنتكلم فيها عن حادثه الاسراء والمعراج تلك المعجزه الالهيه نعم. التي سر بها الله سبحانه وتعالى عن رسوله بعد عام من الحزن حيث فقد عمه ابو طالب وفقد زوجته خديجه اول من امنت من النساء واول من عضدته في تبليغ لرسالته. ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى الحزن لاحد من خلقه ولا يرضاه لنبيه بكل تاكيد علشان كده جاءت هذه المعجزه الالهيه العظيمه اللي هنعيش معاها
ومع ما بها من حوادث جميلة جدا وما بها من ارتقاء حتى السماوات العلى. بشرفنا الحديث عن هذا الموضوع النهاردة الشيخ أحمد تميم المراغي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك. أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين، كل عام والجميع بخير. حضرتك بخير وسعادة. وإلى جواره طبعا الصوت الرائع اللي احنا سمعناه من شوية الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي. أهلا بحضرتك. وأهلا بالفرقة الكريمة، بنرحب بيكم وصباح الخير عليكم. أبدأ مع فضيلة الشيخ أحمد ونعرف السادة المشاهدين بمعنى الإسراء والمعراج سواء لغويا أو حتى على المستوى الديني والإعجازي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد. زكى الله عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى جليسه فقال علمه شديد القوى، وزكى شرعه فقال إن هو إلا وحي يوحى، وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. وبعد، فالقرآن الكريم يقول وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذه معجزة الإسراء، جاءت صراحة في القرآن الكريم، لذلك من ينكرها كفر بالله والعياذ بالله. عكس المعراج، لم يأتي صراحة في القرآن الكريم، وإنما لمحت سورة النجم عن المعراج تلميحا واضحا، حيث قال ربنا عز وجل فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذه الآيات لمحت تلميحا واضحا عن المعراج. وهاتان المعجزتان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما تفضلت في المقدمة سرى بهم المولى عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن ضاقت عليه قريش بنواديها ومجاريها وشوارعها، وذهب إلى الطائف فلم يلق إلا صدودا ونفورا، ورجع إلى مكة في جوار أحد المشركين، ثم بعد ذلك فقد ناصريه كما تفضلت، عمه أبو طالب وزوجه خديجة، ثم بعد ذلك صعد إلى هذه الرحلة وهذه المعجزة العظيمة، وأسري به في ليلة ثم عرج به إلى السماء، وعاد في نفس الليلة، وأمره الله عز وجل أن يحدث قريش في صبيحة الإسراء، فحدثهم وقال: أسري بي الليلة، وظنت قريش أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد جن جنونه. ليه؟ لأنهم يضربون أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا. فقال أحدهم: لو جمعنا لك القوم أتخبرهم بما أخبرتني؟ قال: نعم. كأنه يريد أن يعني يمسك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرصة لكي ينال منه، أو لكي تنال منه قريش. الله سبحانه وتعالى قد حفظه وقد أبعد عنه الناس وأذى الناس، إن الله سبحانه وتعالى حافظه بإذن الله. وبالفعل جاءت قريش فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث، لكنهم طلبوا منه مطالب قد يعجز البشر عن الإتيان بها، حتى قال القرآن بعد أن ذكر بعضها على ألسنتهم:
سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ولكن لما طلبوا منه أن يصف بيت المقدس وكان الإسراء ليلا كما قالت الآية واستمعنا إليها، حمل سيدنا جبريل على أحد أجنحته المباركة بيت المقدس، وأخذ صلى الله عليه وسلم يصف لهم بيت المقدس بابا بابا وشبرا شبرا، وكلما وصف وصفا قالت قريش صدقت، وخاصة عبد الله ابن أبي قحافة الذي لقب من صبيحة هذه المعجزة بأبي بكر الصديق، صدقت وأشهد أنك رسول الله، صدقت وأشهد أنك رسول الله، حتى انتهى قال صلى الله عليه وسلم له وأنت يا أبا بكر الصديق. ولقب بهذا اللقب الجميل سيدنا أبو بكر الصديق من صبيحة هذه الليلة المباركة الإسراء والمعراج. لا شك أن فيها دروس وعبر كثيرة لنا جميعا نحن المسلمين، لا بد وأن نأخذ منها العبر وأن نأخذ منها الدروس وأن نجعلها أمامنا، حتى إذا ما ضاقت علينا الأرض بما رحبت في أي وقت من الأوقات نتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نلجأ إلى الله عز وجل، نسجد إلى الله سبحانه ونقترب منه، واسجد واقترب، ونطلب حاجتنا من الله لا نطلب حاجتنا من غيره، عندها يلبينا الله عز وجل ويعطينا ما نشاء من هذه الحياة. هرجع لحضرتك عشان نعرف الدروس والعبر المستفادة من هذه المعجزة الإلهية وفرض الصلاة في هذه المعجزة بالذات وفي هذا التوقيت بالذات، ودي أهم ركن من أركان الإسلام عندنا يعني. لكن أروح للشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي وأطلب من حضرتك يعني أنك تمتعنا مرة أخرى بابتهالاتك الدينية الجميلة مع الفرقة. حاضر يا فندم. لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي حصلي ايه حصلي انا في جاه النبي تكرم عبيدك والنبي انا حبيب النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي القعدة حلوة والنبي عند النبي حتى عني عني لجل النبي لجل النبي يا إلهي الكل عني عني لجل النبي لجل النبي من العباد ما حد عني عني لجل النبي لجل النبي يا نصيري يا إلهي انت جاي
علي يا ربي والنسوني انت حسبي غير بابك لم يكن لي غير بابك لم يكن لي انا في جاه النبي تكرم عبيدك والنبي انا حبيبي حبيبي النبي توعدنا ربي بالنبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي القعده حلوه والنبي عند النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاه على النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاه على يفتح عليك. اتفضل. ما شاء الله. شكرا جزيلا. اتفضل. ارجع لحضرتك فضيله الشيخ احمد تميم المراغي من علماء الازهر الشريف، ويعني حتى يعني اللي جه في الانشاد الديني اللي احنا سمعناه ان ربنا سبحانه وتعالى برضو مهما اغلقت الابواب دوننا هو فاتح بابه وهو دايما اللي بيسرع عننا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. حقيقي. من عبادك ايه حصل لي هو بيشتكي له وربنا سبحانه وتعالى يعني فتح له الابواب جبره. كلها حقيقي وجبر بخطره صحيح واسرى به وعرج به الى السماء في هذه الليله وأعطاه أعظم هدية في الوجود. يعني كل الفرائض التي جاءت من السماء جاءت بواسطة الوحي جبريل أمين الوحي سيدنا جبريل عليه السلام، إلا الصلاة جاءت هدية من رب العزة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، فهي أعظم أركان الإسلام وهي أول من يحاسب عليه العبد يوم القيامة وهي معراج كل مسلم إلى يوم القيامة. من أراد أن يكلم الله فليدخل في الصلاة، ومن أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن، لأن القرآن كلام الله عز وجل. لكن إذا أردت أن تطلب من الله شيء وأن تكلم الله أسجد واقترب، كلم ربنا من خلال الصلاة، هي صلتك بينك وبين الله، حافظ عليها وعلى أوقاتها وعلى خشوعها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهذا أعظم درس ممكن نتعلمه من الإسراء والمعراج، إن احنا نحافظ على هذا المعراج الذي بيننا وبين الله عز وجل، وهذه الصلة التي بيننا وبين الله عز وجل لا نقطعها أبدا بأي حال من الأحوال، بجانب الصدق الذي كان في الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. انظر انظر، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الصحبة مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. واحنا في مجتمعاتنا النهاردة بنشتكي من الضياع مثلا، أو نشتكي من أصحاب الفكر المسموم الذي يأتي إلى أبنائنا ويدخل في بيوتنا أحيانا. لابد وأن يعني نؤكد على الصحبة والرفقة المؤمنة. لا تصاحب إلا مؤمنا كما قال صلى الله عليه وسلم، ولا يأكل طعامك إلا تقي. والإنسان المسلم دائما وأبدا يبحث عن الصادق وعن الصدوق المصدوق في حياته حتى ينفعه ولا يضره، كما قال القائل إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيه شمله ليجمعك. أما الآخر والعياذ بالله، وإخوان اتخذتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي، وخلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي، وقالوا قد صفت منا قلوب، نعم صدقوا ولكن من ودادي، وقالوا قد سعينا كل سعي، نعم لقد صدقوا ولكن في فسادي. نعوذ بالله من هذه الصحبة ومن هذه الصداقة، ولكن علينا أن نصادق المؤمنين وأن نصاحب المؤمنين وأن نتقي الله في وأن نباشر أبناءنا في من يصادقون وفي من يصاحبون ومع من يخرجون. هذه دروس مستفادة لابد وأن يتعلمها المسلم من هذا من هذه المعجزة العظيمة، وفي هذا الشهر بل وفي هذا وفي كل وقت من أوقات العام. إذن يعني الصلاة إنها قد إيه هي الصلة اللي تربطنا بربنا سبحانه وتعالى، وهي أهم الأركان اللي فرضت مباشرة في هذه الليلة، وكمان الصحبة الصالحة اللي تمثلت في سيدنا أبو بكر الصديق الذي صدق النبي وآمن بكل ما قاله، ده كان خير عدد لي في المجلس اللي أفصح فيه عن الإسراء والمعراج. أنا يعني عايزة برضو أكمل مع حضرتك فيما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم في عروجه للسماوات السبع، لكن عايزة قبل ما حضرتك تكلمني عن هذه الرحلة والمعراج
اسمع صوت حضرتك برضو في الانشاد الديني، لانه يعني في وجود الشيخ محمد العفو فضيله الشيخ احمد تميم طبعا استاذنا ومعلمنا، احنا مستمتعين بيكم انتوا الاثنين، والنهارده يعني هي يعني نقول ان هي صباحيه في ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني ربنا يبارك فيها ان شاء الله. اتفضل يا فندم. سيدي يا رسول الله، سريت من حرم ليلا إلى حرمي، كما سرى البدر في داجب من الظلم، وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي، وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدم، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا معشر الإسلام، إن لنا بشرى لنا معشر الإسلام، إن لنا من العناية ركنا غير منهدم، لما دعا الله لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم. طب أسمع بقى كمان شيخ محمد، تسمعنا شيء، هتسمعنا شيء عن الإسراء والمعراج ولا هتسمعنا إيه؟ أنا أسمعكم شيء في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. يعني استلمنا من الشيخ أحمد لحضرتك بقى، ونستمر في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا أقول لكن طبعا أستاذي فضيلة الشيخ أحمد هو اللي سامح لي طبعا، وده شرف عظيم لي إن أنا أكون مع الشيخ أحمد، يعني سعداء بوجودكم معانا، ونسمع من حضرتك ونرجع نتكلم عن ليلة الإسراء والمعراج مع فضيلة الشيخ. اتفضل يا فندم. موفق يا رب. سيدي يا رسول الله، المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء، المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، حالي وأقول لي مين النبي غالي، أشكي لي مين وجدي وحالي، وأقول لي مين النبي غالي، إيه اللي غير أحوالي غير الغرام برسول الله، حديث لي جاتك
هتطمني وذكرها هفضل متهني. انا من حسن وحسن مني يا ابنة بنت رسول الله. المسكوفة المسكوفة لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء. ست الكريمة بنت الزهراء الله الله عليا المقام نظرة يا طهرة الله الله. ست الكريمة بنت الزهراء الله الله عليا المقام نظرة يا طهرة الله الله. جودي علينا بالنظرة بجاه جدك رسول الله. المسكوفة المسكوفة لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء. ما شاء الله ما شاء الله. الله يفتح عليك. بسم الله ما شاء الله. أعود بالحديث لفضيلة الشيخ أحمد تميم المراغي. والرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى بالأنبياء في المسجد الأقصى ارتقى إلى السماوات العلى ووصل إلى سدرة المنتهى. نتوقف عند يعني محطة الصلاة بالأنبياء وإمامتهم ثم الصعود إلى سدرة المنتهى ونعرف ما هي سدرة المنتهى. حاضر. لما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى وصوله وإسرائه إلى المسجد الأقصى دليل على أن المسجد الأقصى قطعة هامة من الآثار الإسلامية الخاصة لا لليهود ولا لغيرهم فيها يعني شيء. المسجد الأقصى دليل واضح عندما أسرى إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه هو خاص بجماعة المسلمين. المسجد الأقصى صلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالأنبياء جميعا صلاة عرفها له الله عز وجل، لأن الصلاة لم تكن قد فرضت حين ذاك، وإنما كانت على ملة سيدنا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وصلى بهم إمام، هذا دل على أن الولاية أو الراية قد سلمت عليه وسلمت إليه صلى الله عليه وسلم. ثم صعد إلى السماء، وفي السماء كلما يطرق باب من أبواب السماء من الطارق؟ يقول جبريل. ومن معك؟ قال يقول محمد. أو أوحي إليه؟ يقول نعم. فيتفضلون بالدخول، ووجد في السماء الأولى سيدنا أبونا آدم عليه السلام، وفي الثانية يحيى وزكريا ابني الخالة، وفي الثالثة وجد سيدنا هارون، وفي الرابعة وجد سيدنا إدريس، وفي الخامسة وجد سيدنا موسى، وفي السابعة وجد سيدنا إبراهيم، وقد أسند ظهره إلى البيت المعمور. البيت المعمور هذا قبالة البيت الحرام في الأرض، يدخله كل يوم 70,000 ملك يطوفون حوله لا يعودون إلى يوم القيامة. كأنها قبلة سماوية كقبلتنا كمسلمين. نعم. على الأرض بيت الله. نعم. المعمور في السماء. نعم. تطوف حوله الملائكة. ثم قال سيدنا إبراهيم لسيدنا محمد: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم بأن الجنة خصبة التربة، طيبة التربة، وغرسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لذلك ونحن في الصلاة نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. نرد السلام على سيدنا إبراهيم لأنه هو الذي أرسل إلينا السلام مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلى أن صعد بعد السماء السابعة إلى محطة سدرة المنتهى. سدرة المنتهى قال عنها علماؤنا عندها ينتهي علم الخلائق. علم الخلائق يعني لا يوجد أي مخلوق قد تخطاها، حتى سيدنا جبريل لم يتخطى، ولذلك توقف سيدنا جبريل. وهنا قالوا إذا اقتربت احترقت. نعم، نعم صحيح. قال له أنت تقدم يا رسول الله فإنك لو تقدمت اخترقت. نعم. أما أنا لو تقدمت احترقت. نعم. وما منا إلا له مقام معلوم. وبالفعل أخذ صلى الله عليه وسلم يرتقي الحجب ثم حجاب في حجاب كما تفضل الشيخ محمد منذ قليل وذكرنا بالأنوار. أخذ يخترق الأنوار حجابا بعد حجاب كلها نور، الله نور السماوات والأرض، إلى أن ألهمه الله عز وجل أن يقول التحيات لله
الصلوات والطيبات لله، دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وعندما قال التحيات لله والصلوات والطيبات لله، قال الله عز وجل لنبيه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فرد النبي وقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فقالت الملائكة في الأرض وفي السماء: نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا هو التشهد الذي في الصلاة. ده شيء جميل، يعني التشهد ده بيرجع إلى ذكر إسراء والمعراج. وهذه الليلة. وهذه الليلة حديث بين محمد صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه وتعالى والملائكة. إحنا بنردده حتى الآن. وكمان بنذكر سيدنا إبراهيم لأنه أرسل إلينا التحية في هذه الليلة. ده شيء جميل جدا. أحسنتي. سدرة المنتهى هذه وصفها العلماء بأنها شجرة أوراقها كأذان الفيلة. عندها ينتهي علم الخلائق، لا أحد يعني يستطيع أن يتخطاها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تخطاها وأخذ اخترق الحجاب، ثم الحجاب كلها أنوار في أنوار. ولما عاد قابل سيدنا موسى: أخبرني يا محمد ماذا فرض الله عليك، هل أعطاك الله شيئا؟ قال: نعم أعطاني الصلاة. قال: كم؟ قال: 50. قال: ارجع إلى ربك واسأله التخفيف. فرجع سيدنا محمد وسأل الله التخفيف حتى صارت 5. وعندما صارت 5 قال أحد العلماء: إن سيدنا موسى لم يكن مشفقا علينا أكثر مما كان هو يريد أن ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان كلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه ثم يعود، وسيدنا موسى يتملى في رؤية سيدنا رسول الله الذي رأى الله عز وجل. هنا نتوقف عند جزئية. يا فندم، هل الرؤية هي رؤية قلبية ما كذب الفؤاد ما رأى بمعنى أن الفؤاد هو الذي رأى، أم أنها رؤى العين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل قال: نور أنا أراه. نور، لقد رأى صلى الله عليه وسلم النور سبحانه وتعالى. والله نور السماوات والأرض كما ذكرت سورة النور في القرآن الكريم، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح إلى آخر الآية. فلما سئل صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك يا محمد؟ قال: نور أنا أراه. فهو نور. وسيدنا موسى لما طلب رؤيا المولى عز وجل قال الله له: لن تراني، ولم يقل له لن أرى، وإنما قال لن تراني. لو قال لن أرى إذن ما حدش هيشوف ربنا، لكن ده ميقن. وفي الحديث الصحيح: سنرى الله جميعا بإذن الله يوم القيامة، إنكم سترون الله عز وجل يوم القيامة كما ترون القمر في ليلة البدر. ما فيش أي شك في كده أبدا. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الرحمة وأهل الجنة الذين ينظرون إلى الله عز وجل بكرة وعشية إن شاء الله بإذن الله. والله سبحانه وتعالى تجلى لنبيه صلى الله عليه وسلم وأراه في هذه الليلة ما أراه من الآيات العظيمة، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إلا أنه سيدنا موسى لما طلب الرؤيا قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، والجبل هذا هو الطور الذي يوجد في سيناء الحبيبة التي جاء ذكرها في القرآن الكريم صراحة: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، وفي قراءة صحيحة: وشجرة تخرج من طور سيناء باللغة العامية بتاعتنا تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. هذه سيناء أرض الفيروز التي يحرسها الله عز وجل وأبطال مصر الأفزاز جيش مصر، نسأل الله أن يحفظه وأن يحفظ أمنها وشبابها ورجالها، يسهرون على أمننا ونحن في بيوتنا نائمون، هم يسهرون على أرض الفيروز يدافعون عنها بأرواحهم وبأجسادهم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل شهداءنا في عليين، وأن يجعل أرواحهم في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة كما أخبرنا المعصوم صلى الله عليه وسلم، وأن يلهم أهلهم وزويهم جميعا الصبر والسلوان. هذه أرض الفيروز. قبل ما أرجع للشيخ محمد ونسمع منه الكلام الجميل، هل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رأى حينما عرج به أيضا نهرين من أنهار الجنة الباطنة ونهرين ظاهرين هما النيل والفرات، صحة يعني هذه الواقعة؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في إسرائه أشياء ورأى في معراجه أشياء. يعني رأى الكثير والكثير من الآيات كما تفضلت. ومما رأى أيضا هذه الأنهار، الأنهار النيل والفرات. ولذلك النيل هذا لما كان قبل الإسلام الفتح الإسلامي لمصر كانوا يأتوا بأجمل فتاة في مصر ويلقوا بها في النيل من أجل أن يجري ويأتي الماء. لما فتحت مصر بالفتح الإسلامي أرسل سيدنا عمرو بن العاص الفاتح إلى أمير المؤمنين عمر رسالة أخبره بما يحدث في مصر في كل عام. فقال سيدنا عمر:
بعد أن كتب الرسالة وأرسل بها إلى عمرو حاكم مصر رضي الله عنهم جميعا، ارمي بهذه الرسالة في النيل، ارمي بهذه الرسالة في النيل ولا تلقوا بأي فتاة ولا بأي فتى في النيل، لأن هذا يعتبر من الجاهلية وقتل النفس حرام أيا كانت هذه النفس، مش النفس المسلمة ولا النفس المؤمنة، أيا كانت هذه النفس لا يجوز قتلها ولا التعدي عليها. فإذا بهذه الرسالة مكتوب فيها إيه؟ إن كنت تجري من عندك فلسنا في حاجة إليك، وإن كنت تجري من عند الله فاجري بأمر الله. ورمى بها سيدنا عمرو في هذا العام، يقال إن النيل قد فاض أكثر مما فاض في الأعوام السابقة. نعم. إذن النيل هذا من عند الله، ولا يستطيع أحد أن يمنعنا هذا النيل، ولا يستطيع أحد أن يحرمنا من هذا النيل، لأنه من عند الله. من الجنة كما تفضلت هو، وأنهار أخرى موجودة في الدنيا، الفرات أيضا، ولكن يجب علينا نحن المسلمين، أو يجب علينا نحن الناس أجمعين، أن نحافظ على هذا النيل. صحيح. بألا نلقي إليه بالأشياء التي تضر والأشياء التي يعني تلوثه، وإنما علينا أن نحافظ عليه. نحن إذا فعلنا ذلك عشنا في أمن وفي أمان وفي صحة وفي سلام. صحيح. هذا ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد رأى أشياء كثيرة وآيات كثيرة، منها حضرتك فيها إن شاء الله ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها من لم يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نرجع لحضرتك بقى يا شيخ محمد، وتسمعنا برضه بعض التلات الدينية بصحبة فرقتك. تفضل يا فندم. الله الله الله. سيدي يا رسول الله، أسرى بك الله، أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل بالمسجد الأقصى على قدمي، لما قطرت به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله عليك سلام الله يا رسول الله، عليك سلام الله يا رسول الله، عليك سلام الله يا رسول الله، يا بشرى للإسلام.
الاسم عليل ودواه النبي يا نبي وقلبي ميل لزيارة النبي يا نبي أنا جسمي عليل ودواه النبي وقلبي ميل لزيارة النبي يا نبي بحب النبي وأحباب النبي بحب النبي والنبي وأحباب النبي رامي حمولي على الله رامي حمولي على الله عليك سلام الله يا رسول الله عليك سلام الله يا رسول الله عليك سلام الله يا رسول الله الله يفتح عليك يا محمد ما شاء الله ما شاء الله بتمتعنا يا فندم اتفضل ما شاء الله شيخ احمد نرجع لحضرتك والرسول صلى الله عليه وسلم راى من احوال اهل الجنه واحوال اهل النار نعم يعني يا ريت تطلعنا على ما يبشرنا ما تبشرنا به من احوال اهل الجنه وما تجعلنا نخشاه من احوال اهل النار ربنا ان شاء الله ما يجعلناش منهم امين يا رب امين يا رب لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم راى اشياء عظيمه جدا في هذه المعجزه العظيمه معجزه الاسراء والمعراج راى جماعه تقرض السنتهم بمقارض من حديد فسأل أخاه جبريل يا أخي يا جبريل ما هذا وكلما قرضت عادت كما كانت الألسنة من هؤلاء يا أخي يا جبريل قال هؤلاء هم خطباء الفتنة الذين يقولون ما لا يفعلون والله عز وجل أنكر على هؤلاء في القرآن الكريم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون يا أيها الذين آمنوا في آية أخرى لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون كذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى من مشاهد أهل النار والعياذ بالله أشياء يعني لم يخبر عنها يعني حتى يطمئن الإنسان إلى رحمة الله أكثر ترغيب ديننا هو دين ترغيب نعم صحيح نعم ديننا كله فعلا نعم ديننا رحمة فعلا والإسلام كله رحمة ونبي الإسلام ربنا قال عنه كده وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فكان يرغب الناس في الخير ويرغبهم في فعل الخير وينهاهم أيضا عن الشر وعن فعل الشر يعني رأى جماعة ترضخ أيضا رؤوسهم بالحجارة وكلما رضخت عادت كما كانت من هؤلاء يا أخي يا جبريل قال هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة انظري إلى هذا المشهد حتى قبل أن تفرض الصلاة هؤلاء الذين يفرطون في أداء الصلاة في أوقاتها وفي أدائها لذلك كما ذكرت وتفضلنا منذ قليل وقلنا إن الصلاة أهم أركان الإسلام لذلك فرضت في السماوات العلى رأى مشاهد في الإسراء منها رأى ثور عظيم يخرج من جحر ضيق وكلما خرج وأراد أن يعود لم يستطع أن يعود مرة أخرى سأل سيدنا جبريل ما هذا يا أخي جبريل قال هذه الكلمة ينطق بها الإنسان لا يستطيع أن يعود فيها مرة أخرى بعد أن نطق بها خلاص هذه ولذلك اللسان ده أخطر عضو في الإنسان يجب على الإنسان أن يحافظ عليه من الغيبة والنميمة والكذب وغير ذلك من الأشياء لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس ألسن وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن احنا سعدنا جدا بحضراتكم وامتعتونا وبتوجه بالشكر الجزيل للشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي شكرا جزيلا لحضرتك شكرا لفرقتك شكرا جزيلا واسمح لنا يعني فضيله الشيخ احمد ننهي برضو بحاجه من صوت حضرتك هذه الفقره اتفضل يا فندم محمد اشرف الاعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي محمد أشرف الأعراب وال
العجم. محمد خير من يمشي على قدمي. محمد تاج رسل الله قاطبة. محمد نوره الهادي من الظلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة وأزكى السلام. عليه الصلاة وأزكى السلام. عليه الصلاة